حل قلوب وتهب عليها النسمة والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة لو تحل قلوب وتهب عليها النسمة والقسوة تذوب وتغلب عليها الرحمة لو تجمعنا لدروب نرضى واحنا بالقسمة ننسى وقع العيوب وتدوم علينا النعمة مهما الدنيا قسى شايف يا مادك ظلمة الخير عمره ما مات بعد الشد تعود البسمة مهما الدنيا قسى شايف يا ماتك ظلمة الخير عمره ما مات بعد الشدة تعود البسمة ما ناس ما الدنيا مشى كانت في حياتها مشتاقة اللقمة عند ربي دخلت جنة دارت الخير يا لو كان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا في حي 8 ماي 45 بسويكال باب الزوار. جاءتنا استغاثة من الطفلة أمينة. الطفلة أمينة مريضة بحاجة إلى زراعة كبد. مريضة بحاجة إلى زراعة كبد. جينا نسمع منها إن شاء الله ونشوف كلنا نتعاون وش نقدر نديرو إن شاء الله. تابعوني توكلنا على الله. السلام عليكم. أهلا سيدي، كيف حالك؟ بخير. أنت والدها؟ أهلاً يا سيدي، أسمعك بخير. في بيت سعلي والد آمنة المريضة استقبلنا جزاه الله خير كي استقبلنا في بيته. دوك نسمعوا القصة نتاعها ونعرفوا واش نقدروا نديروا. سعلي انت بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. سعلي الله يرضى عليك، بدا لي من البداية، هذا المرض ولدت به ولا أصيبت به؟ لا زادت به. زادت به بعد أسبوع ولا دخل بعد أسبوع 15 يوم ولا دخلناها المستشفى بارني. ديكوفرو بلي مريضة بنيكتاري شبه البوصفير ولا تاكل الكبد. بقينا نعالجوا فيها تما. الرابور ميديكال تاع السبيطار تاع بارني ها الكونكليزيون واش يقول لك؟ لازم يكون يكون سويفي ميديكال بيولوجيك. صافدير تقعد طولها تعالج بالدواء وليزاناليز الدواء ليزاناليز الدواء. نحوسوا طحنا في الطبيب بروفيسور شاوي تاع القبة هذاك. سعلي استنى دقيقة قبل هذا، قل لي وشنو هذا المرض؟ وشنو هو؟ مازال كي طحنا عند بروفيسور شاوي هو اللي ديكوفرا لها لا مالادي تاعها. الله يرضى عليك. واش لا مالادي هذه يسموها لو سيندروم دالاجير. هذا السيندروم يأتاكي الكبد وهي كانت نسبية ماشي بزاف، سي دي بورسونتاج. هي كانت ما شاء الله داك القيس توشاها شويه باسكو هو يضر بزاف كاين يشوه يدير كلش عاد. ولكن هي ما كانتش مقيوسه بزاف. ما كانتش مقيوسه بزاف، تقاست في الكبد يعني درجه نتاع اللي الدرجه اللي يطلب منا لازم تبع الدواء لي زاناليز الدواء بيولوجيك الاخر الدواء ولي زاناليز الدواء ولي زاناليز حتى كبرت. الان البنت شحال فيها معها؟ راه في 26 سنه. بديتوا تعالجوا فيها ملي كانت منذ الزياده وما وصلتوش الى حل يعني ما باتش علاه؟
هذا هو المرض، اذا هذا السندروم يتطور، راه السندروم هذا هو يتطور، توشالها الكبد كان متوشي مثلا نقولوا 5%، اليوم راه في 50% الكبد. كان 5% كان واليوم 50%، اليوم راه في 50%، معناتها لو كانت ما تعالجوش في اللحظه هذه هذاك القيس كان يتطلب دواء برك، يعني يقدر يولي 60% 70%، تا ايه يقدر يزيد حتى يحبس الكبد. هذه اللي نحب الناس اللي تسمعنا يعرفوا باللي الزمن او ضدنا، ايه يعني نعملوا ضد الزمن، كل ما تاخرنا كل ما يزيد، كل ما تهرب لنا العمليه هذه للزرع. الان راح نديرولها زرع كبد، ايه هي لازم لها درك زرع الكبد بالرابور ميديكال تاع الطبيب تاعها دكتور دبزي تاع مستشفى تاع سيرفيس هيباتيت تاع مستشفى مصطفى باشا، قال لكم اللي لابد من زرع لا كبد. ما بقاش صاي لي زاناليز تاع حاله الادويه انتهت، لي زاناليز تاعها هذا التوالف صاي تخربطوا، الارقام قاعد تخلطوا، ما لازم لها التي بي هذاك هابط على العام، لازم لها الزرع. سما الاطباء تاكدوا باللي لا تعالج بالادويه، ماشي ما تقعدش دوك هذه بروفيزوار، الدواء اللي راه تشرب فيه دركا زاد لها لا دوز، عندها ثلاثة جيل، دو جيلول في الفطور وين جيلول في العشاء. عمي علي واش علي تعطي لها مكبر الصوت نتكلموا معها؟ الاخت امينة. أنا. الله يرضى عليك، قولي لي انت ياك انا كبير، كنت صغيره كان والدك يجوع عليك، ولكن انا عرفتي انت المرض اللي عندك درتي اتصالاتك، يبدو انك درتي اتصالات في العالم. وصبتي حل في جهه معينه، احكي لنا هذا الجهد هذا. في اخر مره رحت فيها الرونديفو مع البروفيسور تاعي في مصطفى باشا، كان قال لي بلي حبسوا العمليه تاع الزرع في الجزائر. البروفيسور اللي بلغ لك؟ نعم. قال لي محال، ما على بالناش دوك الا يجوا ولا، قال لي ما في الشك، ما نعطيكش امل. مي من الافضل تروحي للخارج. هو وجهني لتركيا. نعم. حطني مع تواصل مع واحد طبيبه في تركيا، هي اللي وصلت لي لتماك الكونترون دو البروفيسور اللي مسؤول على هاد العمليات. كي لحقوا عاود بعثوا لي في الايميل، اعطوني تفاصيل، قالك بلي هاد الحاله تطلب عمليه، ما زلنا في الوقت اللي العمليات تقدر تنجح، خاطش رانا 50%، دوك لو كان تفوت ما يقدروش يديروها. استناني، هذه معلومة مهمة جدا. يعني رانا في اللحظة اللي العملية تقدر تنجح. تقدر تنجح. عندنا زمن معين، لو كان يفوت هذاك الزمن ممكن ما تنجح. علاش؟ خاطش هذه على حسب المعلومات اللي عطاوها لي. العمليات هذوما فيهم أنواع. إلا كان المريض زعما مازال قادر يمشي ومازال شاد روحه كما نقولوا شوية. تنجح العملية وتكون أقل تكلفة وأقل خطورة. نعم. لكن إذا فات كما نقولوا المريض يطيح، هنا تولي حالة تخو كومبليكي، بالك ما يديروهاش كاع. شغل فات الأوان نقولوا. أنا فهمت بلي أنتيا الآن ماكيش مسحقة كبد. يعني الكبد عندك اللي يتبرع لك بالكبد كاينه دوك انا حين نوصلوا اليها خاطر خطوه باش الناس تفهم. معليش اليوم ما جيناش نطلبوا كبد لامينه، لا الكبد هي كاينه واجده والحمد لله، لكن قولي لي التكلفه شحال لازم المبلغ دراهم؟ المشكله هي تما هذه بلغتني ثاني في الايميل تكلفه العمليه، قالت لي 52,000 أورو. 52,000 أورو هاي مكتوبة هنا 52,000 أورو. هذا المبلغ يتضمن تكاليف العلاج، العملية والمتابعة بعد العملية. الإقامة لا يعني نولو في مصاريف واحد أخرين. هذه بالمبلغ تاعنا ولا بالدينار طلعت 1,400,000,000. مليار؟ شغل المبلغ خيالي. 1,400,000,000. 1,400,000,000. ولكن ما حكيناش على المبيت والفنادق و لا غير تكاليف العلاج، العمليه فقط يعني العمليه والعلاج. وباش نقول لكم 1,400,000,000 راهي والو في باب الصدقه وفي باب الخيرات، الشعب كي يتعاون ما توليش 1,400,000,000 حاجه كبيره، هاي حاجه والو بالنسبه للناس اللي تحب الجنه وتحب الاخره. زيدي قولي لي اذا تسمحي لي نتكلم مع الوالده. السيدة قولي لي
بنتك كي تاكد خلاص طيب بيك وتو تعالجوا بالدواء والدواء بالدواء، ولكن وصلتوا الى مرحله الاطباء قال لكم لابد من زرع كبد. كيف اخذتي قرار تعطي لها الكبده تاعك؟ الحق هذا قرار موش نقولوا هذه قلب الام، هذه قصة كيما نقولوا. انا نهار الاول اللي قالوا لي بلي بنتك مريضه ما استسلمش، قريتها قالوا لي بلي كانت حكيمة هي ما يقدروش يقراو، قريتها وقفت معاها، لحقت الجامعه ما شاء الله، دخلت الهندسه المعماريه ما شاء الله. يعني بصح اليوم كي يقولوا لي يجوا يقولوا لي بلي خصها كبده يعني حاجه طبيعيه، انا كون يقولوا لي اعطيها عينيك نمدلها عينيه يا الله. يعني هذه حاجه نمدلها الكبده تاعي وان شاء الله ربي يسهلها. انتي ستتصدقين بالكبده تاعك للكبده تاعك، هذه بنتك هي كبده تاعك، هذه هي يعني الكبده تاعك راح تروح في الكبده تاعك. حاجه ما يقدرش يفهمها غير انسان فتح الله عليه، لي ربي يفتح له فهم الفهم كيف انسان يمد كبده تاعو لبنته. يعني هما الكبده تاعك طبيا قالوا لك توالم، خاطر هي لازم تالك طبيا تكون تصلح. هي درت تحاليل، درت قال لي طبيب قال لي تقدري تبديلها. يعني الحمد لله صبتي باللي التحاليل الطبيه باللي تقدري توافق. عندي زمره الدم كيف كيف، والاخر في التحاليل قال لي تقدري تبديلها. صح. اذا على سبب شاني فهمت باللي الطفله المريضه هي موجوده، الكبده اللي باش تتبرعي لها موجوده، المستشفى اللي يدير العمليه موجود، القضيه ولات الان قضيه اموال. انا حابسين التم ماذا بين المحسنين او المحسنات اللي يسمعونا ان شاء الله. الاخت امينه المهندسه، انا ما كنتش على بالي بلي مهندسه، اختي لي مهندسه ما كملتش، حبست ما قدرتش سبب الماضي يعني. عيات مهندسه المستقبل هي فتحت باب كبير من ابواب الخير، باب كبير من ابواب الخير. انت ايها المحسن ولا انت ايها المحسنه حتعاونيها بالمال، ولكن هي حتعاونك بدعوه خير. شكون يعاون في الاخر؟ علاش انا نقول لكم بلي المحتاج والله هو اللي يعاون فينا. انت حتعاونها بشويه مال ويمها راح تدعي لك، باباها راح يبات يدعي لك، تبقى باذن الله تقعد حياتها كاع وانت عندك صدقه جاريه. هاي الصدقات الجاريه، والصدقه الجاريه هذه ما تقدرش تعرف الاجر تاعك عند ربي، ما تقدرش تعرف، لان الله اذا اعطى ادهش. اخت امينه، هذا المرض واش يسبب لك؟ ما هي المظاهر تاعو يعني؟ فيه أعراض بزاف ومتعبة، بينها اصفرار العين معروفة هادية، ممنوع كبرا دير لاغومار. اصفرار العين؟ يقولك شبيهم عينيك أم نورمال، هادي حاجة تقلق شوية. تاني الحكة. الحكة؟ سبحان الله. وكي تقوى عليا عندي دواء أبار، مما لازمش نكتر باش الكبدة أصلا ما تحملش الدواء. شغل إلا حكمني راسي ولا نيفيتي دواء قد ما نقدر. كاين تاني دفوة وجاع، المعدة تاني تأثر، الهضم يتبدل، يعني الكبد هو مسؤول على كاع الأعضاء الأخرى. الكبد يعني مسؤول على كل الأعضاء. كل الأعضاء. إن شاء الله أبشري خيرا إن شاء الله، الناس تسمعنا وأهل الخير يسمعوننا إن شاء الله. نطلب من ربي إن شاء الله كل واحد يعاون أمينة، إن شاء الله ربي يفتح عليه بيبان الخير، يجعلوا من اهل الجنه. امين يا رب. وما يوريلوش مصيبه لا في اهله ولا في نفسه ولا في ماله، ان شاء الله ربي يفرج عليه من كل من حيث لا يحتسب. امين. كيما يفرج على بنتي يفرج عليه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا امي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الجاليه الجزائريه في كل انحاء العالم، مستحيل ننساو خيركم. الجاليه الجزائريه في كل انحاء العالم، ما ننساوش خيركم ابدا. رامي اتصلوا، لولا ان بسبب الكورونا الطيران متوقف، غير كاين فيهم اللي كان مستعد يجي هو شخصيا. جزاكم الله خير، راكو حمرتوا وجه الاسلام. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والقسوه الثور
لو تجمعنا لدروب نرضى واحنا بالقسم ننسى وقع العيوب وتدوم علينا النعمة. مشتاقة اللقمة عند ربي دخلت جنات بنت الخير يا لو كان بالكير.